رجعت لكم بعد الفاصل. الفراخ استوت وشلت الجلد من عليها، لان طبعا يعني لازم يتشال وهي سخنه، عشان لو قعدت وبردت انا مش عايزاها تبرد. فشلت الجلد من عليها وفصصتها، غرفت الرز وحطيتها فوقيه عشان نعمل مع بعض، هنبقى صلصه الشركسيه في اخر الحلقه علشان تبقى سخنه، يعني تشوفوها بتتحط ساعه الاكل على طول. يعني ممكن نعمل الرز والفراخ ونغرفهم ونحط الطبق في الفرن، وساعه الاكل على طول نروح حاطين ايه الصلصه بتاعت الشركسيه. بصوا بقى الشوربه بتاعت التربيه اللي عملناها، خلاص هي اخدت التخانه المطلوبه بتاعتها. هحط عليها قشطه، معلقتين قشطه، وهسيبهم يسيحوا فيها وارفعها من على النار على طول، بس ادهو بالقشطه اللي في المعلقه عشان قصاره. بس يدوبوا فيها وهرفعها من على النار، ولو انا حاسه انها تقيله هديها سنه شوربه اخففها بيها، سنه خفيفه بس كده، وهغطيها هي هتسيح مع نفسها ونشيلها من على النار. ونشوف هنعمل ايه في البرغل، سلطه البرغل. انا عندي برغل اسلاه ونقعاه من تقريبا من نص ساعه لساعه. البرغل من الحبوب الجميله، يعني هو القمح مش مطحون، متكسر، ففايدته بتبقى افضل طبعا من الدقيق، من الحاجه المطحونه، وطعمه غني وجميل. يا ريت نرجع نستخدمه كتير في اكلاتنا، يعني هو من الاكلات الحلوه جدا. سلطه نعمل، يعني الناس بقى شايفه، يعني اغلب الناس تستخدم البرغل في ايه؟ تعمل كبيبه، تحطه شويه على كفته، لا في السلطات طعمه رائع. يعني جربوه، جربوا يا جماعه. بصوا انا نقعاه وتشرب الميه وعصرته. هو حلاوة السلطة دي بقى بزيت الزيتون. الأول هحط كمية زيت زيتون حسب الكمية اللي عم أنا الكمية اللي أنا عاملاها دي تاخد نص كوباية تقريبا. حطيت كمية نص كوباية زيت زيتون وهقلب عشان تتشربها. وعندي ليمون، هحط حبة كده من الليمون عليها، تقريبا برضو نص كوباية ليمون عشان البرغل يتشربه. في الصيام دي حلوة قوي بقى لما احنا نعملها من بدري وتبدأ تاخد طعم من بعض، يعني حلوه ان ما نعملهاش ساعه الفطار على طول، لا من بدري كده نصحى واحنا فايقين نعملها. وادي فلفل اسود، وملح، يعني الملح ده دايما متروك لنا بس ما نحطش كتير، يعني نحط نسب معقوله ونقلب. يعني هي المفروض لو انا بعملها في العادي في البيت هسيبها في المرحله دي او في الخطوه دي تتشرب الزيت وتتشرب الليمون، البرغل ياخد طعمهم شويه قبل ما احط كل المكونات. بس انا هنا عايزاكم تشوفوا الحلقه، فهعمل ايه؟ هاخد البصل وهحطه، بعد الربع ساعه ما عدت او النص ساعه اروح واخده البصل وحطه وهقلب. عندي بقى اقدر اضيف عليها، النهارده انا عاملها بشبت وذره بس، مره تانيه هعملها بشبت وخضروات، كل مره اعملها بحاجه. نسيب حبه للتزيين ما ننسيش، وهضيف الذره برده وهسيب حبه ازين بيهم الطبق. بصوا سلطه بسيطه وسهله وخفيفه ازاي، وطعمها على فكره ونتيجتها رائعه. ممكن بقى مره تانيه نحط معاها البصل مش مفروم رفيع، نحطه شرايح، ونحط معاها شرايح طماطم من غير قلب، يعني ننوع فيها، من السلطات اللي فيها مجال تنويع جامد. بس عندي بقى الليمون، قبل ما اعصره ببشره حبه من البشر كده ونحطهم معاها، وحبه نزوق بيهم بيفرقوا تماما طعم بقى، يعني بيبقى حكايه. بشر الليمون بيدي اضافه فظيعه للاكل. بس خلصت السلطه كده بتاعتنا. اخبار بقى الصيام معاكم ايه؟ انا الصيام بصراحه بالرغم ان الدنيا حر بس مستعدني، علشان ببقى مبسوطه جدا وانا واقفه اعمل الاكل ليكم بقى ولحبايبنا وللناس. يعني بحس ان رمضان بيديني احساس باللمه، اللمه دي بقى بتعمل نوع من السعاده. بصوا بقى السلطه دي حلوه ان احنا بنعملها في الطبق اللي احنا هنقدمها فيه. هجيب الشبت، ممكن اعمل زي خطوط كده بالشبت، انا هطفي على الشوربه
هي المكونات كلها اختلطت في بعض، فانا لما هعمل خطوط كده بالشبت هتبقى جميله. شايفين اللون الاخضر قد ايه جميل؟ انا عايزاكم يا جماعه في رمضان ما تنسوش ولادكم الصغيرين، يعني اللي عنده طفل او طفله بيصوموا لاول مره، او حتى مش بيصوموا لاول مره بس اطفال، ما ننساهمش، ما نسيبهمش طول اليوم نايمين علشان هم صايمين، نعمل لهم برنامج، نقعد معاهم، نعمل معاهم عمل فني، نلعب معاهم لعبه نسليهم. يعني مثلا احنا صايمين، ايه رايكم نعمل حاجه نحطها جنب، نحطها على الفطار؟ طب ايه الحاجه اللي هنحطها على الفطار دي؟ مش شرط تكون الحاجه دي اكل، ممكن الحاجه ديت نعمل لعبه، نجيب ورق ونلونه ونعمل صوره ونحطها جنبنا نزين بيها السفره بتاعتنا واحنا بناكل، نشغل دماغهم وتفكيرهم بحيث نخليهم عندهم نشاط وعندهم حركه وحابين الصيام. ليه؟ لان هم في حاجه بيعملوها طول ما هم قاعدين حاسين بالجوع والعطش، بس لو اشتغلوا وتحركوا وعملوا حاجه ولعبوا واستفادوا. اللعب، هتقولي لعبوا واستفادوا؟ اه لعبوا واستفادوا يا جماعه، اللعب بيبني شخصيه الاطفال، بس بشرط لعب هادف موجه معانا. العبوا مع اولادكم على قد ما تقدروا، اللعب بيبني الشخصيه. شوفي عايزه تبني في شخصيه ابنك او بنتك ايه والعبي معاه، وجهيه، شوفي ميوله لايه ووجهيها التوجيه الصح، بدل ما يقعدوا طول اليوم يتفرجوا على افلام كرتون وعنف بقى وضرب في بعض. لا، يعني احنا نحاول ان احنا يعني نستفيد باللعب، اللعب تربيه وحياه. بصوا الطبق بقى جميل ازاي، وما حسيتش بعمايله علشان بتكلم معاكم. عارفين انتوا بقى لو انتوا بتعملوا الطبق ده موقفين ولادكم، طب تعالوا انتوا زوقوا الطبق، شوفي بقى هيستفيدوا ازاي وهيفرحوا ازاي، وانتي بقى هتستفيدي انهم مش هيدوشوكي ويوجعوا دماغك. واقفين بقى بيعملوا حاجه، نيجي بقى لبشر الليمون وناخده نحطه كده هوت على الوش، بيدي احساس بقى بالانتعاش. يعني ساعه الفطار واحنا صايمين في الحر ده بيبقى الواحد عايز فعلا اي حاجه منعشه. بشر الليمون من الحاجات اللي بتحقق الهدف ده، الانتعاش. بس شايفين قد ايه جميله؟ رشت بقى زيت زيتون كده من على الوش تكمل ايه الموضوع، عشان يعني تدي كده غنى في الطعم وبريء. البرغل كمان بيتشربوا، يعني هو حلو ان هو يبقى متشرب بكميه زيت زيتون. شفتوا قد ايه سلطه سهله ما خدتش مننا حاجه وجميله. نعمل بقى طبق مهلبيه. عايزين نعمل مهلبيه قمر الدين بما اننا في رمضان، بس اليومين دول انا بعد ما كنت مجهزه لفه قمر الدين عشان اعمل بيها لقيت المشمش يعني ما شاء الله مغرق الدنيا. طب ليه؟ طب ما نجيب احنا المشمش. جبت المشمش. بتسبكوا الطماطم ازاي يا جماعه؟ بنحطها على النار ومعاها ربع كوبايه ميه ونسيبها لما تغلي وقشرتها تدوب، وبعد كده نعصرها ونصفيها. نفس القصه، انا جبت المشمش، جبت كيلو مشمش وحطيته على النار، شلت النوى وحطيته على النار وحطيت معاه ربع كوبايه ميه وسبته على النار بقى فتره. لما استوى وعايزين تسرعوا من عمليه السوا حطوا معاه شويه سكر، وبعدين رحت واخداه ضربه في الخلاط، وبعد ما ضربته في الخلاط عملت ايه؟ رحت مصفيه، اهم حاجه اصفيه علشان القشره بتاعته تدوب خالص، واللي اتبقى منها يتحش في المصفى ويبقى زي الحاجات الجاهزه، بس الطعم بقى هيكون اكيد احلى كتير، لان ده يعني مش نقي ما عليهوش اضافات. واحنا بقى نخففه بالميه ايه يعني براحتنا. هو ده طبعا تقيل، انا مش هعمل بيه المهلبيه بالتقل ده، انا هحط كميه لان ده مركز، ده عصير مركز يا جماعه. انا عايزه مش هعمل كتير، عارفين ليه؟ لاني انا هعمل المهلبيه طبقات، هعملها باربع انواع حاجات، بس طبعا وقتكم مش هيسمح تشوفوني وانا بعمل الاربع انواع، فانا قلت هعمل المشمش قدامكم عشان خاطر فكره بس ان انا عملت عصير المشمش. احنا في رمضان عندنا تمر هنج في كل بيت، وعندنا كركديه في كل بيت، وعندنا ايه كمان في كل بيت؟ عندنا لبن. فانا هعمل المهلبيه من الكركديه والتمر هنج واللبن. انا جهزت الثلاث انواع لانها لازم تتعمل على ثلاث مراحل. اول ما نصحى من النوم كده الصبح نروح عاملين مرق طبقه ونحطها في الكوبايه بتاعتنا،
وبعد شويه بعد ما تجمد نعمل الطبقه الثانيه والثالثه، ونخلي الرابعه دي اخر طبقه بقى وقت ما نفضى نروح عاملينها، ونبقى الصبح كده عملنا كوبايات شكلها جميل وشلناها في الثلاجه لحد لما نحتاج نستعملها. انا هنا عامله تقريبا نص لتر، هخففه بشويه ميه كمان. خففتها بشويه ميه لان هي تقيله يعني وطعمها مركز قوي، وهجيب بقى السكر حوالي نص كوبايه سكر تقريبا. لو احنا عايزين قلت نسهل عمليه تسبيك المشمش نعمل ايه؟ نحط معاه شويه سكر بالظبط زي الملح لما بينزل كل حاجه من ال، لا خلي السكر هنا ادوب مكانه النشا، زي الملح لما بينزل عصاره كل حاجه السكر نفس القصه. على ما يدوب هنا السكر انا هجيب النشا، دول تقريبا نص لتر، هحط عليهم 4 معالق نشا تقريبا. انا هعايرهم بس وارجعهم هنا تاني عشان اضمن ان هم 4. هم فعلا 4. بصوا بقى انا كل اللي عملته ان انا ايه، عملت كركبه حواليا بس اتاكد ان هم ايه ده المقدار اللي انا محتاجاه تقريبا. هجيب بقى ميه، وهدوب بيها النشا. وممكن لو انا بقى حاسه ان هو ممكن كده يخف مني شويه اروح واخده وانا بدوب النشا ايه، شويه من عصير المشمش علشان ما بقاش خففت كثافته. عصير المشمش بقى لما نعمله بالاسلوب ده نشيله في اكياس في الثلاجه، نطلعه نخففه ويبقى ايه، ويبقى عصير قمر الدين، نطلعه نخففه ونعمل بيه مهلبيه قمر الدين. يبقى احنا كده عملنا ايه، يبقى احنا كده هوت وفرنا وقتنا، وقفنا مره واحده زي بالظبط لما بنطبخ، نطبخ كذا أكلة ونوفر وقت. إحنا عملنا نفس القصة. أنا هحط النشا على المهلبية وهحطها وأقلبها على النار، وهسيبكم وأطلع فاصل صغير وأرجع لكم تاني. استنوني عشان إيه، أنا دايما مستنياكم.